حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهو دليل على شرف هذه الصلاة وعظيم خطر تركها، وهي صلاة لها منزلة ومكانة مميزة بين الصلوات. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى في الصحيح بأنها صلاة العصر، فخصت بالذكر في الأمر بالمحافظة لخطورة تضييعها وأهمية العناية بها. فالحديث حمله جماعة من أهل العلم على أن ذلك يختص صلاة العصر، وآخرون قالوا بل هذا في كل صلاة، وإنما نص على العصر لأنها من أشرف الصلوات وليس هذا خاصا بها، فإن من ترك صلاة واحدة كان مهددا بهذا الوعيد حبوط عمله. حبوط العمل هنا المقصود به هل جميع عمله أم أنه عمل ذلك اليوم؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إنه يحبط عمله كله، وهذا قول من قال بأنه يكفر بترك صلاة واحدة، وهو قول إسحاق بن راهوية. وقال آخرون بل المقصود بعمل ذلك اليوم، بمعنى أن سيئة ترك الصلاة صلاة العصر تحيط بكل حسنات الإنسان في ذلك اليوم مهما عمل، وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة ولا سيما صلاة العصر. فالواجب على المؤمن أن يعني يحرص على هذه الصلاة، وأن يمتثل ما أمره به رب جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن صلى المردين دخل الجنة، مردان الفجر والعصر.